قولوا لي مين انشط على شبكات التواصل؟ سوشيال ميديا الاهلي ولا اي نادي اخر؟ الحقيقه ان السوشيال ميديا الاهلاوي بيعكس او واخد انطباع عكس اللي موجود في الاعلام حاليا. الاعلام حاليا بنسبه كبيره جدا بقى مسيطر عليه كوادر زملكاويه للاسف، ولكن ده بيتم تعويضه من خلال السوشيال ميديا، فبالتالي بدا يكون لنا شعبيه وسط الشباب النادي الاهلي، لاننا بنحاول نحافظ على قيم ومبادئ النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وتراث النادي الاهلي اللي فيه كتير جدا طبعا بيحاولوا يزيفوه عن طريق ادعاءات كذب وبعيده تماما عن الواقع. فانا تحديدا ويمكن كيشو معايا خدنا السكه دي اللي هي كانت في غياب فتره غياب برنامج ملك وكتابه اللي افتقدناها، فقلنا ناخد نكمل الدور، يعني الفكره بتاعتنا مستوحاه من ملك وكتابه، وبالفعل بدانا نرد بالاسانيد وبالادله وبالفيديوهات وكل حاجه عندنا كلام موثق، ما فيش خالص بالنسبه لي انا كلام مرسل، يعني انا بالنسبه لي ما بقولش كلام مرسل.